من الأشياء يا أخوان المهمة في أمر الدعوة أن يصبر الإنسان على هذه الدعوة، وأن يعلم أن رزق الله سبحانه وتعالى وما كتبه الله عز وجل على العباد لا ينقصه أبدا قول الحق ولا الدعوة إلى الله، وخاصة فيما يتعلق بالتوحيد، لأن التوحيد هو أصل العداوة. أول ما أنت تنطق بالتوحيد وتدعو إليه بتشتد عليك العداوة وبصيبك الأذى والضر، ولكن عليك بالصبر. ومسيرة الدعوة هي مسيرة طويلة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال عن المنافقين: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. يعني أمر الدين ده لو كان بسيط، مشوار بسيط كده وبنتهي، أكان بيمشوا معاك. قال: ولكن بعدت عليهم الشقة. مشوار ده لقوه طويل جدا، ولهذا لما كان السير إلى الله سبحانه وتعالى مشوارا طويلا ينتهي بموت العبد، فلا بد للإنسان من أمور يتزود بها تقويك، تحمسك، تصبرك أنت على أمر دعوتك وعلى استقامتك أنت. يعني القضية مش قضية دعوة فقط، أنت استقامتك في نفسك ذاته بتحتاج إلى ما يقويك عليها. في رقبتك مرات بتتجهجح أنت. طيب، فعموما أنا داير أونس نفسي وإياكم بمواقف لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة بتشدنا شوية وبتقوينا، عشان أنت ما تصعب عليك. شوف، أدنى الأمور في الدنيا دي ممكن يصعب عليك وجهجهك في دينك كله. ممكن ما تقدر تمسك بصرك ده من النسوان، والله يجهجهك جهجه، أمورك كلها تتلخبط. ولذلك الإنسان يحتاج إلى ما يشحذ همته ويثبته ويقويه. الموقف الأول لصحابة جليل اسمه عبد الله ابن عمرو ابن حرام، ده والد منه جابر بن عبد الله. عبد الله بن حرام لما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أحد بقى بوصف ولده وقال: ما أراني إلا مقتولا غدا. وكان بيقول: أرجو أن أكون من أول المقتولين. وعنده 9 بنات وعنده ديون. سألك الله إنت كم مديون والبيت مليان بنات، بتكون عندك همة ثانية في شهادة تخليهم؟ تقول لك خليهم لمنه هسه. وبنات 9 ولد جابر. قال له: أوصيك ببناتي خيرا. بنات دل بوصيك بهن. شوف الإيمان يا أخوان، نحن هسا مجرسين بس نمشي الفرم نلقى عيش ما في، مجرسين جرسة هيدا خلاص، والدنيا مقلوبة ويا ناس ممكنة وفي شنو؟ 9 بنات ومديون. كويس. فالإمام الذهبي قال: فكان من أول المقتولين في أحد، أول من قتل عبد الله بن حرام. لكن أنت بس شوف دي قاعدة خدتها عندك، يومك تشتغل مع الله صح ربنا بعوضك،
في الدنيا وبعدين. الله عوضك، ما تخاف أصله، بس اشتغل مع ربك صح، ما تلف وتدور ولا تخاف، رزقك على الله سبحانه وتعالى. فلما استشهد عبد الله بن حرام معه صاحبه عمرو بن الجموح، دفنوهم الاثنين في قبر واحد، فواحدة من النساء بقت تبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها تبكيه أو لا تبكيه، فلا تزال الملائكة تضله حتى قبر، ملائكة بتضلل بأجنحتها كده كويس. لما استشهد عبد الله بن حرام، جابر قال وبعد 46 سنة دفنون جم مجرى بتاع سيل، قال فجرف السيل أبي، جرفهم طلعهم هو اللي دفن معه، قال فوجدناه رطب الأطراف لسه لين زي ما هو، قال وكان به جرح في وجهه كويس، لما قتل وضع يده على جرحه، قفل بها جرحه كده ده، ومات على الهيئة بتاعته دي، ودفن على نفس شكله ده. بعد 46 سنة لما زحوا يده الجرح نزف تاني في محله، بعد 46 سنة زي ما هو، قام رجعوا له يده في محله تاني، الدم وقف. شوف بالله، شوف ربنا جازاه كيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر ما كلم الله أحدا كفاحا إلا أباك يا جابر، قال له تمنى علي عبدي. شوف انت بتبذل لربنا وربنا بيديك كيف. قال تمنى علي عبدي، قال يا ربي أريد أن أرجع إلى الدنيا. ليه ده يرجع للدنيا؟ عشان يستمتع بالدنيا ويعيش ويأكل وكده؟ لا، هو لما وجد من حلاوة الشهادة في سبيل الله قال أريد أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك كما قتلت. تاني ده ليه شهادة؟ فربنا سبحانه وتعالى قال له لقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. وده فيه رد على شنو؟ على الشبهة الباطلة بتاعت القوم، يقول لك أبويا الشيخ جا راجع تاني، أبوك الشيخ رقد يا زول، كان بيجي راجع، كان رجع عبد الله بن حرام، أبوك رقد تاني ما في حاجة، كان حريص قبله بعدين، وتلاقيه بعدين وما في ولا شيء، كان لقيته بعدين يوم القيامة. ذاك يوم ربنا قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما عنده لك حاجة تاني. لاحظ كيف ربنا أعطاه أداه كويس، وقال له تمنى علي في الدنيا. جابر قال ما رجعوا خلاص والبنات قاعدات، قال فقلت يا رسول الله، ده جابر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له على أبي ديون وعندنا تمر دنا وفي بيت ديون، قال له فأخشى أن يفحش في الغرماء، نزل حيضغطوني حيعصروا علي شديد، فقال لا امشي معاي. النبي صلى الله عليه وسلم جاب التمر بتاعه والغرماء كتار والتمر ما بقى الديون، قال فدعا بالبركة وبدأ بقسم لهم. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يقسم للغرماء، أداهم كلهم كلهم، بعد ما انتهوا قال فبقي قدر الذي أعطاهم والتمر راقد. إذن يا أخواننا، ده من المواقف اللي بتورينا إنه الإنسان يعمل لله سبحانه وتعالى، تصدق مع ربك سبحانه وتعالى وربنا بيديك. اثنين، الصحابي الجليل مصعب بن عمير العبدري القرشي، وهو كان
كان من أنعم شباب مكة وأترفهم، وكان عنده أبوين أغنياء قروش راقدة وهو منعم، حتى ذكر بعض الصحابة قالوا لما اشتد علينا الأمر بعد الهجرة كان مصعب رضي الله تعالى عنه يتقطع جلده من شدة الحياة. شوف الدنيا دي انضغط فيها لحد ما جلده ده قالوا كان ينسلخ منه كما تنسلخ الحية. بالله شوف الشغلة دي كيف، لأنه كان منعما والحياة بقت صعبة عليه. فجاء في صحيح البخاري عن خباب رضي الله تعالى عنه أنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله. والقصة دي نقل خباب ونقل أيضا عبد الرحمن ابن عوف لما جابوا له قدامه أكل سمح ونعيم. وعبد الرحمن بن عوف من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم في آخر حياتهم، كثر عنده المال وكذا، فأول ما جابوا له الأكل قدامه والنعيم بقى يبكي. قال والله قال لقد قتل مصعب ابن عمير وقبله حمزة ولم نجد ما يكفن به، كفن ما لقيناه، قال إلا قطعة واحدة ده لحمزة. قال وأما مصعب دفت مكة المنعم، حتى قالوا لما كان مصعب رضي الله عنه يجي ماشي في طريق مكة أي زول بيعرفه يقول لك مصعب جاي جاي، ده من العطر بتاعه بس. شوف النعيم ده كيف. بعد ذاك أمه منعت منه أي شيء وبقى في حياة قاسية جدا. قال فدفن، قال فلما قتل قال فما وجدنا ما يكفن به إلا نمرة، نمرة يعني قطعة من القماش بتاع الصوف. قال إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطيت بها رجلاه بدا رأسه. تخيل يا أخواننا زول يكون عايش الدنيا دي نعيم كامل، نعيم الدنيا ما يطلع منا إلا بقطعة قماش ما تستر جسمه كله. فده يا أخواننا يصحينا نحن شوية، يصحينا نحن شوية. مرات انت الدين والدنيا دي اللي بيمشن معاك سوا، ومرات الاثنين ما بيمشن سوا. لذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد الدنيا أضر بالآخرة، ومن أراد الآخرة أضر بالدنيا. قال فأضر بالفاني للباقي. مرات انت بتحتاج تضر الدنيا دي. الأيام دي من الأشياء اللي حاصلة والأمور وقعت بالبلاد، نسأل ربنا سبحانه وتعالى يرفع عن بلادنا الشر والسوء والضيق، ويرفع عن الجميع ضيق الحياة. كويس، في ناس بيستغلوا مثل هذه الأوضاع لأكل الحرام. يا أخي انت خليك عندك إيمان، ما تأكل الحرام لسبب زي ده، ما خليك تتعامل معاملات ربوية. شنو ناس يمشي واحد يبيع لك القروش يا أخي، القروش بيبيعوها قروش، في قروش بيبيعوها، يبيع القروش شيك بمية يبيعوا بتسعين كاش، ليش يعني؟ يعني أنت تقال نفسك ارتقنا يعني. والنوع الثاني برضو ده الناس عندهم سخافة في عقولهم وفي قلوبهم وضعف إيمان،
يمشي يجيب في الطرمبة يكوب بنزين يوقف هناك يحلبه كويس، يمشي يبيعه سوق أسود، تاني يجيف يمشي يبيعه، تاني يجيف. دي أول حاجة سذاجة وحماقة واستغلال لظرف الناس وضعف إيمان، وده ما دي ما حاجة يعمل إنسان يا أخي نزيه في طبعه ما يعمل عملية زي دي. واحد تلقى دافر عربيته تقول ويعذب الناس الواقفين في الطرمبة كلهم، تلقى دافرين معه والعربية فيها بنزين بدورة جوا فيه والناس دافرين معه وهو ماشي. يعني زي ده عليك الله أسأله سؤال، قل لي أنت قبل ما البلد تمر بالضايقة دي أنت كنت قاعد تعيش كيف؟ يقول لك أنا كان بشتغل بعربيتي وبعيش. طيب ما هسه تشتغل بها يا ما هسه أشتغل بها في شنو يعني؟ كويس. فيبقى يا أخواننا الدنيا دي لو فيها نعيم دائم كان يتنعم مبادئ لك يا أخي، زي مصعب بن عمير ما يلقى إلا قطعة قماش، قطعة قماش وهو حامل لواء المهاجرين يوم أحد، ما وصحابي جليل وكان من أغنى الأغنياء، يعني كان ممكن يرجع لدين أهله دي لك. أسف الناس اللي بيتصرفوا التصرفات القبيحة القلنا دي، لو في دين بتاع مشركين فيه قروش باقي لك ما كان رجعوا؟ تأكد أن عيد يقول لك ترجع. واحد يقول لك ما أنا مال الفلس وأنا مال البشتنة دي، يمشي على دين أمه مليانة قروش. ولذلك مصعب رضي الله عنه لما لقى واحد أخوه شقيقه كان مشرك يوم بدر، ولقى واحد من الأنصار أسره ماسكه، قام مصعب يتلفت على الأنصاري قال له أشدد على هذا ده أربطه كويس، فإن له أما غنية، أمه قال له عندها قروش أربطه كويس وديه هناك لا تدفع عليك عشان تفكه تفديك. فأخوه اتلفت عليه وقال له أليس أخوك؟ أنا قال له ما أخوك؟ قال له لا بل هذا أخي، أخوي ده ما أخوي أنت. يا ناس نحن بنحتاج نقرأ في بطون الكتب دي ونعرف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عايشين كيف. الدين عندهم أغلى من أي شيء وأعز من أي شيء. ناس الآن بأبسط الأتمان الواحد يبيع دينه ويبيع أخلاقه بأبسط الأتمان. طيب أيضا من المواقف العظيمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلي بها أو بواحدة تانية أختم، ما وقع الاثنين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ودل كانوا صغار في السن، فإنت ركز معاي لسنهم وهمتهم العالية وقارن. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال بينما أنا في بدر قال إذ كلمني شاب صغير، ودين لعله هو خالم، الأول اسمه معاذ ابن عمرو ابن الجموح، وكان شاب صغير يعني يا دوب تجاوز 15 سنة، وعندنا احنا زي ده بيكون بيطقش في البلي برا ولا مدردق له ولستك وما ولا بعكسه في البنات عامل لك فيها وجيه، يعني تلقى مسوي لك شعيرات وكده وحالك بجاي وعامل له صريمه شفتها وما فيه اي فايده، اي فايده ما فيه، ينوم ل 12 يصلي الصبح بعد ما يفطر ما فيهم فايده، والليل كله تلقاهم قاعدين برا. يا ناس شوف بالله الشباب الصحابه كانوا كيف. قال واحد منهم اثنينهم واحد منهم قال عن يميني فهمس لي دون ان يسمعه صاحبه، عشان التاني ذاك ما يسمعه، قال له يا عمي اين ابو جهل؟ ابو جهل وينه؟ قال وماذا تريد به؟ انت داير بشنو ابو جهل كويس؟
ابو جهل ده بني ادم زي الفيل، شفت الفيل؟ وده شاب صغير قال لي انت ابو جهل بتتعلم تعرف شنو؟ وابو جهل هناك في كتيبه بتحميه كويس، حوالينه كانهم الغاب، شفت سيوف ورماح كانها غابه، ده حوالين ابو جهل. ورجل ضخم بصوره ما طبيعيه، بعد شويه حتشوف شكله كيف. فقام شوف الهمه العاليه بتاعته ذاته، عشان احنا ذاته شبابنا يتربوا على همم عاليه، ما يتربوا فطايس ساي. الواحد هم يقول له جيب له تليفون عشان يتونس مع البنات، ده موضوعك كله يا اخي؟ خلي نفسك عالي يا اخي، شوف ده همتهم كيف. قال له سمعت انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. قال له والله لن يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا. قال له ما بفارقه، قال لقيته الا يموت اللي الله كاتب له يموت اول بس. 15 سنه كويس. طوالي قال وسرني الاخر الثاني اسمه معوذ بالكسره، معوذ ناس بيقولوا معوذ، لا ما معوذ، اسمه معوذ ابن العفراء، برضو قال لنفس الكلام ده، وبرضو شاب صغير. اول ما شاف ابو جهل قال لهم ذاك صاحبكما، هذاك بس الحقوا. قال فانطلقا، ما وقفوا تاني، وخشوا في نص الناس اللي بيحمون ديل. قال فاما الاول فضربه، ده معاذ ضربه، قال في رجله فأطن قدمه، قال فوقعت كأنها جذع نخلة. شفت جذع النخلة؟ بتعرفوا الساق بتاع النخلة، بني آدم ده قدر كيف أصله؟ قال رجله طارت. قال فضربه عكرمة، عكرمة ولد أبو جهل كان مشرك الوقت ذاك. قال بيحكي براو معاذ، قال فضربني في يدي فقطعها وصارت متعلقة بجلدة منها، اليد قطع من هنا وبقت متعلقة بجلدة منها بس. وأجهز عليه الآخر الثاني معوذ فضرب أبا جهل فصرعه، بقى واقع في الأرض. بعد ما واقع، عشان تعرف زول دعاتي عتية غريبة خلاص، بعد واقع في الواطه ويصد الناس بسيفه، بضارب بعد راقي في الواطة. ابن مسعود جلقه فصعد على صدره، قال ابن مسعود قال ضربته بالسيف حتى برد، حد ما حب برد كسر يديه كويس. قال فصعد على صدره فلم تبلغ رجلاه الأرض. كده انت تخيل معايا، ده برميل في الواطة شنو هو ده الصوت؟ زول راقبين في صدره الكرعين وما يحصل الأرض كويس. ده شغلانة ذاته ما طبيعية. بعد ما قطع راسه ما قدر يشيله، ابن مسعود جاء جاري للنبي جر كرر بالواطة ترأس ابو جهل. شوف همة الشباب ده كيف يا اخوان. بعد ده قال رج يده معاذ بن عمرو بن الجموح، يده بقت مدلدلة. قال فلما ارهقتني، يكاتل بها مدلدلة كده، فلما ارهقتني قال وضعتها على الارض ووضعت عليها رجلي، قال وتمطأت عليها فقطعتها. قطع الامام الذهبي علق على القصه دي كله، بس بيحكي ساي بيقول اول ما جاء في النقطه دي قال والله هذه هي الشجاعه دي، تاني ورا ما في شيء. انت هسه بتقدر على زي ده؟ قال ليس كمن، بعلق الذهبي، كمن جرح جرحا بسيطا. قال فطار قلبه وخارت قوته. تحسب انك جريحه صغيره بس ضفرك ضفرته غلط، بس الظهر ضفرته غلط، خش في اللحم شويه تلقاك رافع كراعك فوق وامورك مبشتنه وتنتهي كله. يا ناس عليكم الله، عين الدين ده جانا كيف؟ ونحن هسه بنلعب بالدين كيف؟ نحن لاعبين به عقيده وعبادات كله، ما مدين الدين ده أدنى اهتماماتنا.
ولا أدنى اهتماماتنا. وشوفوا الناس ديل بالله الدين ده جا كيف، يد دي مقطوعة عايش بيها ليه زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، بيد واحدة. يا ناس الشدة والله دار لزول طكران عديل، الدين ده زول نهي ما بقدر يمسكه، ده زول ذكر نجيب وتبقى على الدين ده عديل، ما تبقى كراع به جاي وكراع به هناك، يعني كأنك انت كل مرة بتتاوي كده ترى تشوف الشعرانة كان ماشي كويس بتمش، الشعرانة ماشي كويس بتتلب، هذا اركب عديل ما تقول ترازي، كل مرة بترازي كده بتتاوي. أبقى نجيد واركز عديل. وآخر ما أذكر مما يرفع همتنا يا أخواننا ويورينا إنه نحن ما عملنا حاجة، عشان ما تشوف رقبتك خلاص والله يا زول نحن هو نحن مقصرين هسه، يقول لك يا زول نحن والله بنمشي المحاضرات وبنصلي 5 صلوات في الجامع، نحن انت عملت ايش يا زول؟ انت ما عملت اي حاجه. سعد رضي الله عنه قال كنت سابع 7، الاسلام ده هو 7 انفار بس، وقال وانا سابع، قال وليس لنا طعام إلا ورق السمر، ده ورق بتاع شجر، قال بناكله، قال فنخرج كما تخرج كما تخرج الدابة، يعني الزول لما نمشي إلى الإخراج اللي بيطلع منه زي البعر بتاع الدابة ده من شدة قسوة الأكل اللي بياكله. قال ويأتي اليوم، لا هو الكلام ده قاله بتين لما جاء واحد من بني سعدة، قام قال سعد ده وكان والي بتاع الكوفة، قام قال لهم سعد ده لا يسير بالسرية ولا يحسن يصلي ذاته، قال لهم الصلاة ما بعرف يصلي، فقال له انت تجد، قال له تعلمني انا الصلاة وتعيرني بذلك، فذكر هذا الكلام مما يبين يا اخواننا شدة جهاد الصحابة ويبين صبر الصحابة وما قدموا لهذا الدين. فنحن بنحتاج أول شيء ننظر لسير دي ونستضعف نفسنا قدامه، ثانيا ترتفع همتنا في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وفي البذل والعطاء لهذا الدين، وثالثا نحتاج إلى أنه يكون الدين عندنا أغلى من أي شيء، ما يكون عندك آخر حاجة، يعني الواحد بعين للبيعة بتاعته ناس السوق، انا عصرت على ناس السوق اليومين دي لانه شغلانه جايطه شديد، الواحد بعين للبيعه وشوف نفسه ربحان ولا ما ربحان وبيطلع منها بكم، اخر حاجه بعين لها حلال ولا حرام، اخر شيء، يعني هو من الاول كان لقى ما ربحانه ولا بيشتغل بيها، بعد ما يشوفها ربحانه وتبدا يبدا فيها الكويس الكويس الكويس، بعد ذاك بيسال حلال ولا حرام، واما الطرنقع بدو ساي يقول لك يا زول احنا ما نمشي دنيتنا. فزول يا اخواننا يعمل لاخرته ويجتهد فيها، اما امر الدنيا ربنا بمشي لك وربنا بكفيك اذا انت اتقيت ربنا سبحانه وتعالى وعملت لاخرتك. اكتفي بهذا القدر وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.